واه انا نحل الكاميرا ونهضر مع اخويا. واه مرحبا بك خويا سيدي نهضر طاهر خويا. انت كوبيت لي لاكام لا تشغيل؟ لا لا انا ارسلت لك مكبية دوك راني نشوف فيك. السلام عليكم. طلعت معايا قبل، سلام. انا هضرت طلعت معاك قبل، معكم. ايه واه انا حكينا قبل. مرحبا بك، ايه الله كيفاش يبارك فيك. طاب الحمد لله. وش اخبار؟ راك راقد ولا وش كده؟ داني قاعد، ايوه أنا قاعد هوني أسأل فيك. انت مسلم؟ أنا مسلم. واه الحمد لله. وتعرف شوية الدين ولا؟ شوية ما ودين مكنني فيه ربي، وشنو؟ ما مكنني فيه ربي. ما مكان فيك ربي. ان شاء الله بربي. ايوه عامل ايه؟ وراك في الجزائر انت؟ واهني في الجزائر. واه اي الله يخليك اخويا. وش تعرف على العبودية ولا الزواج الصغيرة ولا هذه المواضيع اللي يهبلونا بيهم هاد الملحدين هذو؟ شوف، بالنسبة للزواج الصغيرة يا أخي الميهوب، مكاش آية في القرآن الكريم تقول زواج الصغيرة. أنا بالنسبة لي هذه أحاديث موضوعة ومكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نؤمن شي كاين في القرآن، نؤمن بالحديث اللي يتفق مع القرآن. إلا يخالف القرآن ما نؤمنوش به. والآن واه تفضل. والقرآن كي تفسره؟ كيف باش تفسره ها القرآن؟ كي تفسر القرآن تفسروا بالعقل. بالعقل؟ واه بالعقل. فسر لي شو عتولين بعد ذلك زانين بالعقل. قلت لك يا اخي المهوب، انا مش متمكن بزاف في الدين. انا طرح عليا الاسئله اللي نعرف باللي نخدم عقلي ونفسرها لك. انا فيتك انت ايه؟ راك اسمح لي معلش المهوب، انت راك تقول زواج الصغيره. انا قلت لك في القران الكريم ما كاش ايه تقول ركز زواج معايا، الصغيره. ركز معايا، ركز معايا. سر لي الف لام ميم. هذاك سر المكنون. سر المكنون. اوكي، سر المكنون. والعاديات ذبحا. العاديات ذبحا الله اعلم يقصد بها الخيل. خيلة. والخيلة هذه كبار ولا صغار؟ اذا كبار ولا صغار، نعم. والموريات قدحا. هل يقصد بها الخيل؟ قاع الخيل. ربي كامل آية كاملة، هو يعيط على الخيل، يهضر على الخيل. وقعد الخيل للعود، الخيل العود. عيط في أنك خويا، في أنك خويا. معليش لا معليش، الهدف نتاعي بغيت نوصل لك باللي القرآن مش انت ولا انا اللي نفسروه، نفسروه بالسلف الصالح اللي وصى عليهم الرسول، واللي قال لك هادو هما اللي كانوا معايا، يعني عن طريق السند. الشيخ الطبري يفسر لك آية قرآنية، يعطيك الأسماء حتى يوصل لك للصحابة والسلف الصالح، ويقول لك هادو ولا شا قالوا باريزوم في الآية تاع ولائي لم يحضن. بالنقل. أيوة بالنقل. يقول لك هذه الآية هذه باريزوم سورة الطلاق رقم 4 راهي تهضر على الطفلة الصغيرة اللي مازال ما حاضتش. يقول لك العدة تاعها 3 أشهر. يعني هذا البخاري كذاب باريزوم، كيقول عائشة تزوجت بالنبي 6 سنين ودخل عليها 9 سنين، لا يكذب. لا اسمح لي، لا لا ماشي كذاب. أها. الميهوب ها مشكلة. كاين ناس بكري من امثالك، من امثالك كاين ناس بكري من امثالك، مع كل احتراماتي لك، حطوا يخموا كيما انت، يفكروا كيما انت، داروا هذه الاحاديث في الكتاب تاع البخاري. معليش، يعني هذه الآية هذه الحديث هذا، واسمع مليح باش قبل ما تجاوبه، القانون الجزائري 144 مكرر 2، هذا الكلام هذا الناس اللي يقولوه يستهزئوا بهذا الحديث يدخلوا عليه الحبس، بس كان في قناة النهار عندها 3 أشهر علي عيا ممثل وزارة شؤون دينية كان يهدر على هذا الحديث، يقول لك هذا في أصح، هذا الحديث في أعلى درجة صحة، اللي تقول فيه عائشة تزوجني النبي وأنا بنت 6 سنين ودخل بي وأنا بنت 9 سنين، حديث في البخاري 5341. راك تقول بلي هذا الحديث مكذوب على البخاري ومكذوب على الاسلام، بارك خرطي واه وخرطي. واه واه. وموضوع في كتاب البخاري. دابا نقول لك واحد الحاجه سي الميهوب، كنت كي راك باحث على هذا الشيء، كنت تزيد تعاود تبحث وتسيب باللي عائشه رضي الله عنها قبل ما يخطبها الرسول صلى الله عليه وسلم ويزوج بها ويدخل بها كانت مخطوبه من قبل. وهذه يعني هذه ما كانت مخطوبه، مين جبتها هذه؟ لازم اروح ابحث. تبحث؟ لا لا، بس هذا حديث مكذوب. لا هذا حديث مكذوب، حط. لا لا مكذوب، مكذوب، حطوه اليهود مكذوبا. مكذوب. هي كيف 6 سنين امنتو وكي قلت لك انا مخطوبه ما امنتهاش.
برافو 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 اكسلون. عاود تطرح، عاود تطرح السؤال على روحك. ينقلبوها دروكا على هذا امنتو. اي نقلبوها، نقلبوها خويا على هذا امنتو. 21 حديث في اعلى درجه الصحه اللي تقول فيهم عائشه تزوجني وانا بنت ست ودخل بي وانا بنت تسع، ما امنتهمش. قول انت بقى. يلا تفضل. المنطق، المنطق واعر، واعر المنطق. المنطق، المنطق قلت لك الحديث اللي يتوافق مع القران انا نامن به. راني نهضر لك، راني نشخصر لك، مانيش نهضر لك على المسلمين. انا مانيش ندافع على شيء ما يدخلش في العقل. راني نقول لك معليش استاذ، ما هو شكل الارض بالنسبه لك؟ مسطحه ولا كرويه؟ مسطحه مثل ما ذكر في القران. شكرا حبيبي. الجزائري، السلام عليكم. جزائري انت؟ انا جزائري. انت جزائري ها؟ وانت انت تعرف ان انا بنحب الجزائر؟ ما شاء الله. تعرف كذا؟ ايوه. انت من اي بلد؟ انا من قلبك، انا بعشق حاجه اسمها الجزائر. الجزائر دي بلد الثانيه، والله بلد الثانيه الجزائر. شوف كذا، نعشق حاجة اسمها الجزائر. أنت كيفك؟ شو أخبارك؟ عامل إيه؟ الحمد لله. يا حبيبي نورتني والله. تلعب جولة؟ بسم الله. تعال جولة. يلا نجي. يلا أرسل، أرسل الجولة، أرسل الجولة. تعال. عدتك بيس رجالة، عدتك بيس رجالة. روح 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 يا أسطورة. 50 في اللايف ما نرحم، ما نرحم. ها هو، هو عنده جيش ما شاء الله، عنده الجيش الجزائري اللي بيعمل اي شيء ترى ما شاء الله. ما نقدر عليه ولا لا؟ نعنا امضر. انا ما نقدر على الجيش الجزائري حنا. لا ام درمان، ام درمان. انت شو اخبارك بس؟ طمنا عليك. احنا في ام درمان. انا جيش. انا مصري حبيبي، مصري. ايوه الحمد لله. بقول لك انا مصري. ايوه. شو بدك تعمل؟ من مصر، من ايجيبت، ايجيبت مصر. ايه وش وش حابب ندير؟ هو انت ميهوب خاتم الانبياء؟ ها؟ حبيبي حبيبي اسمع هذا الشعر. ايش؟ اقول لك شيء، ممكن تسمعني الاخر؟ انت شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ اسمك ميهوب. ميهوب ميهوب. هذا الاسم، هذا الاسم ما بحبه الصراحة. احترم رأيي صح؟ تحترم رأيي صح؟ ميهوب انت شخصية عسل. بحبك يا ميهوب، بحبك، بحبك يا ميهوب، بحبك حبيبي ميهوب. لا لا لا، لا تسبون ميهوب. لا انا لا تسبون ميهوب. سمعت قلت ايش؟ لا تسبون ميهوب. قلت لكم هذا اخر كلامي لكم، لا تسبون ميهوب. ميهوب هذا يعني شخصيه لطيفه. شوف 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 ازاي، شوف ازاي محترم وخلوق. الله عليك ست وردات. انا بحكم ميهوب الحين. يلا الكل يكبس يا رجاله، كبس يا رجاله، الكل يكبس على النضاره، كبس كبس على وجه الكل يكبس. طيب ماشي ماشي، الكل يكبس، بس نبي نساله على شويه اسئله. بس الكل يكبس. ميهوب الناس تحكي انك زعلان قوي، ليش؟ انا زعلان؟ لا لا مش زعلان حاشا، لا انا فرحان، انا فرحان قوي. لا لا هو مش زعلان، هو ما زعلان. بيقول لك قال في التعليقات ان النضاره دي ما شاء الله غاليه قوي صح؟ النضاره غاليه. الحمد لله الحمد لله. انت تحكمني صح؟ ان شاء الله. ما ينفع كده، ما ينفع كده. ترى ميهوب، ميهوب خاتم الانبياء يحكمني.
شوف شوف هيحكمني. شباب الكل يكبس بعد إذنكم، الكل يكبس لازم، هو عنده داعمين، عنده هذا عنده داعمين ما ينفع ميهوب. اسمع هذه الآية تمام، اسمعها تسمع اسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب صدق الله العظيم ميهوب، يقولون انك خاتم الانبياء صح؟ الحمد لله شكرا داعمين، شكرا اخسي ميزانيتك بارك الله فيك، شكرا اشكركم. اي واحد بيدعمني ميهوب هذا شخصية بيض، شخصية بيض ميهوب. شكرا حبيبي مع السلامة. شكرا. انا بقى قاعد بكش علي دار خلاص غادي الاخر هذه يشوفوها غادي نشوف غير واحد الا كذا خطر لما كاش واحد عنده دي سونتان اليمين ما نلعبش معاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا محبوب؟ الحمد لله يا محبوب. من الجزائر؟ الجزائر ايوه. وانت؟ من الكويت. احسن ناس. كيف الحال؟ والله تمام. شلونك انت؟ بس الحمد لله. ليش حط وراك علم؟ علم جزائري يا اخي بلدي. نتشرف فيك والله، اهل الجزائر ناس محترمين. وانت كمان محترم يا استاذ. يا حبيبي انت بتلعب جوله ان شاء الله. وانت عندك ناس ولا؟ عندي فعليك. كم عندك في البيت؟ في البث كثير؟ ايه. كم في حاليا؟ 36. ستة. انا عندي 2000 يا اخي. كيف العب معك انت؟ عندي انا قلت لك ما خصنيش باش نلعب، نلعب يا جماعه خصني. هذه هاجر، شكون هذه هاجر؟ السلام عليكم. سلام. سلام. بس والله وي جماعه كبس جماعه كبس. هاي هذه جزائريه معنا، تشوفها هاجر جزائريه. هاي بارك قد انتم ما غشوفوا فيها. ميرسي ميزامي يعطيكم الصحه. كيف اسمع فهمت؟ كم صحة جماعة. ميرسي مزامي. سكت هذا. وش وش الموهبة ديالك خويا ميهو؟ أنا يا وش موهبة أختي؟ أنا يا أنا لا ديال ليلايف. ليلايف وي أختي. وي وي نديرو نقاشات اجتماعية، نتكلمو على الحقوق الفردية والجماعية شوية يعني مواضيع. وي وي سيكوا تكبيس. انا استغفر الله يا ربي ويقولوا لي ميهوب رسول الله.
أما شكون هذا اللي يقول؟ ما هو شكل الأرض؟ أسألي عن شكل الأرض. ميهوب ساحر يشغل ميهوب عايشة. قال لك ولا استغفر الله، عمي يلقى دي كومنتار ملحد. أنت ملحد؟ لا 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 لا، مش ملحد، مش ملحد، اسمها ملحد، اسمها ملحد، ولكن مانيش ملحد، هي مش ملحد، ملحد، ولكن مانيش ملحد أنا. لا ها ملحد، ملحد تلفو هالي اسمح لي. ما كاش مشكلة أختي، ما كاش مشكلة عادي جدا. إيه؟ مانيش ملحد. شغل وشنو؟ خلوها ترونكي. استغفر الله يا ربي، دي كومنتات. وين عندي ناس بزاف يحبوني وشوية مجانين. ربع والدات سيلفو بلي. خلوها ترونكي يا جماعة. يحبوني وشوية مجانين. ربع والدات سيلفو بلي. خلوها ترونكي يا جماعة. ميرسي ميزام، هي هذا آخر ماتش. يا مي هو بنت من وين؟ انا زوج زوج والدات وحده. انا غليزاني. غليزاني الله يبارك. سلمك. وانت يا الجغواز؟ خير الناس، الله يسلمك. اي بنت بلاد كمان. اي يا اللي زوج هو وراك والله تزيرين. يلا ميرسي ميزاني، ميرسي. هي الدوبل دروك، هي اخر ماتش. عندك بزاف نتاع حال اليوم. انا تيك توك ولا اليوم ولا واش تقصدي؟ تي دوكا في اللايف. نو ما عنديش بزاف. ما عنديش بزاف، تعرفي انا نلعب جولات وما نطون ندير نقاشات مختلفه. عندي دائما الغاشي، يعني عندي دائما 1500 2000 1000. وتلعب احكام ولا بدون احكام؟ انا ما نلعبش احكام، انا ما نديرش احكام، ما نكذبش عليك. انا جديد في الـ في الـ في الـ في الجولات، ما عنديش بزاف بغيت نلعب جولات. ضيفنا محمد ليكيب وتكبيس، ميرسي. اسمع، عندك سكور الله يبارك، ما كاش لي ربحك سيزون. نو كاين لي ربحو، ما نكذبش عليك. انا مازالني شويه زرق في هذه تاع تربحني ونربحك. جي سي با اللي عندها اهميه. مي كاين عندي ناس بزاف لي ميرسي اللي راهم يساندو. ميرسي ميزام، يعطيكم الصحه. وانت قديمه في تيك توك ولا؟ نو صافي با لونطون. عندك متابعين ما شاء الله. عندي، باسكو جيتي من قبل جيتي في الانستا وفي السناب. عندك واش كنتي تقدمي في الانستا؟ لانستاب جيتي كوميرسون فلا كوزميتيك. عندك واش كنتي تقدمي في الانستاب؟ لانستاب جيتي كوميرسون فلا كوزميتيك. عارف هذوك اللي كانوا في الانستغرام جاو هنا تبعوك؟ ماشي كامل، لا كان عندي اكثر من سناب، عندي 80 كا. اوكي برافو برافو. انا عندي عام ونص وانا نفتح في تيك توك وما عنديش، ونفتح يوميا ندير مواضيع عندك سيكون 55. تعال نقول لك حاجه، في تيك توك 55 بيرسون ما شاء الله تحرم معك. حنا لي 80 بيرسون دي فوا نتا لون جدا. وي سير بالك سير. وي ميرسي ميزامي، يعطيكم الصحه وشكرا. يعطيك الصحه. انا ثاني تشرفتني. يعطيك الصحة. الله يسلمك. والله لا تشرف بك يا كونوا جونتي مع هاد الجماعة. والله اللي جونتي جماعة، لازمنا نكونوا شوية تكتيكيين، ما نخسروش ما نحرقوش روحنا. ألور كاسكو جودي، إن الله معنا. أنا ما نكذبش عليك، شوية فيها كاين كيشوف هذاك النيميرو الفوق لما نديرو سكرين شوت. فرونشمون شوية فيها دو فو. ميرسي. 1200 1300 راهي قريب يعني، وحنا نلعبوا جولات هذه ما يحلموش بها الناس فرانشمون. وما نطون نديروا ثاني مواضيع حساسه. واليوم شفنا رانا ثاني، شوف رانا في النيميرو 1 في الليغ 2. يعطيكم الصحه يا جماعه، على بالي جو سي بلي مهما نشكركم ما غاديش نقدر نعبر لكم على كيفاش هذيك لا فيغتي تاعي.
كلش كيما راكم هنا قاعد بغض النظر الجزائريين المغاربه كاين مام السودان راهي معنا هنا توجور تشوفنا في اللايف تاعنا تبعنا معنا متابعين بارت وكاين اللي مام ما يفهموش العربيه اون فرونسي اون انغلي ويفهموا غير كلمات ويحبوا اللايف تاعنا هذيك لا ديفيرسيتي وكلش وجي سي باش نكمل هذيك ديفيرسيتي باسكو اليوم سي دوما الصباح كنت مقلق كما شفتوا حفافت كان عندي اجتماع وكلش على بها باسكو عجبتني بزاف تدخل تاع هذيك المغربيه اللي جاوبت على انس باسكو ما نكذبش عليك انا عندي بزاف سنين وانا ناضل وديفوا نحس مام صحابي اللي قرب ليا ما يفهموش واش راني ندير خطرة انا عندي تفكير مغاير تماما لهذوك الناس اللي تاع افهمني وافهمتك وكلش انا احتميت تاعي الحاجه القوه تاعي هي الاستراتيجيه في المعامله وقتاش نخلي واحد يسب وقتاش ما نخليش يسب وقتاش نهبطو ديريكت وقتاش ما ندير له بلوك وقتاش نطلع امراه وقتاش نطلع راجل وقتاش نخليه يهضر 5 دقائق 10 دقائق 20 دقيقه ما عنديش مشكل وقتاش ما نخليهش قاع يهضر هذه الحاجه اللي نعرفها انا ودائما تمت النتائج مي فرونشمون الرد تاع هذيك المغربيه اليوم الفحله هذيك الريفيه جوبونس ريفيه ولا مهم امازيغيه فرونشمون سيتي كان روعه غادي نحيه ونحط لكم في اليوتيوب ونحطو بالك في التيك توك تاعي تعاودوا تسمعوه يعني كان حسيت باللي عندها بزاف باللي الشخص اللي يفهمني واش راني ندير بالطريقه لانه بزاف ناس كي شافوا هذاك الانس هذاك المجنون يسب وكلش هو ماهوش غرضه هو تاني راه يستعمل في التكتيك باش تقولوا ولا هو راه يستعمل في الطريقه تاعو التكتيك باسكو توصل للعامه باسكو تشوفوا ديفو الناس يكتبوا حط الرابط حط الرابط كاين صح شخص اللي ما عندهمش هذيك الكاباسيتي نتاع باش يريزون ويتبعوه يقول لك صح هادو راهم يجيبوا الرابط ويخلصوهم وكلش ولكن ما يفوتش مع الاغلبيه وراه خايف من هذوك الطبقه يعرف طريطري بيه خايفهم يدير لهم هادشي هذا مي سي بور سا ديفو لازم تخليه يهدر وعلى بها انا قلت كي قلت بايزو قلت لهم لي زيسلاميست وانا الجيري وكلش قلت لهم انا جامي نخافهم نخاف حاجه نخاف انه ما يعطوناش المجال حنا باش نردوا عليهم سيتو عندي ثقه عمياء باللي هاد الناس هادو خلي ربو يهدر ما كاينش مشكل ما تخافش منه فقط يهدر هو 100 دقيقه يعطيك انت فقط 5 دقائق باش تجاوب غادي تعفس له على كلش وشفتوا واش صرا له كيفاش ولا يسب ولا يتنمر ولا اللغه تاعو ولا يستعمل اقبح اللغه تاعو كيكونوا واثقين مهما يسبونا مهما يديروا تبقى دائما شامخ الراس تاعك مي هو عرف كي ولا يكذب 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 عرف باللي كذبه وباللي ما فاتتش معانا باللي لا رياكسيون تاعنا كنا باردين كنا غير بالضحك واش تورها شفتوا كيفاش ولا يسب ولا يطيح ولا يعني يتنمر يستعمل ابشع الكلمات باش يحاول يستفزك باش تسبه ولا تقول كلام ولا باش تطيح في النيفو نتاعهم مي الحاجه اللي كانت كيما يقولوا نهار اليوم درت فيه بزاف صوالح هي هذاك الاخت اللي ردت عليها فرونشمون هذيك المغربيه الفحله بالطريقه نتاعها ويعني وكان الرد نتاعها ما كانش مبعثر كان ممنهج منظم وكان خذت نقطه بنقطه 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 فرونشمون يعني التدخل نتاعها مدرسه فيما يخص كيفاش نردوا على هذا نقول هكا على الاسلام السني بخاطر اشخاص يجوا يروحوا يعني الرد نتاعها كان كيفاش الطريقه فريمون اللي يحب يتعلم على هذيك الاخت هذيك وانا جفي ايكوتي مالغري ما نفهمش انا اللغه نتاعهم باسكو عندي صحابي بزاف يحلوا وما يحلوا بالامازيغيه تاعهم المغربيه ما نفهمش مي عندي بزاف صحابي منهم اللي هما معاهم اللي بداو هذا كاع اللي بداو يحلوا اللايف باسكو كانوا يجوا عندي هنا ومن بعد بداو يحلوا فرونشمون روعه للناس اللي يحبوا يتعلموا كيفاش واحد يرد على الاسلام السني بلا ما يتقلق بلا ما والو باش يوصل للرساله ما يهضرش مع هذاك السيد هذاك السيد اوكي هي استعملاته مي كانت توصل الرساله للناس والرساله هذيك تبقى تاعها خلده فقط كما قالت نعاودها ونعاودها ونعاودها وفهمت باللي انا راني هنا نهضر على زواج الصغيره اليوم وغدوه وبعد غدوه وبعد غدوه ونهضر على العبوديه ونهضر على ضرب المراه ونهضر على هذه القطع اليد وقتل المرتد كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم نهضر عليهم ما غاديش نبدل ميرسي يعطيكم الصحة شكرا اللايفات اليوم كانوا ما عندي ما نقول لكم رائعين يعطيكم الصحة وتخلوا وهذا العمل ما غاديش نحبسه كما قال بربي ولا بلا ربي غير غادي في الجزائر هذا البنادم اللي راه يهضر معكم في الجزائر غادي ترجع أوما 40% 50% لا دينين في الجزائر فقط يطيح هذاك الحائط
والعائق نتاعهم تاع المانيبيولاسيون تاع التخويف وغادي تشوفوا الجزائريين وسيرتو سيرتو لي فام تاعنا. انا نقول لكم مالغري هادو لهم يطلعوا يسبوا كلش غير فقط يطيح هذاك الخائط وتوصل الفكره تاعنا لهم. النصوص والنصوص 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 هذيك الفلسفه الوجود السببيه الخرطي تهضر على المسلمين ما عندها حتى اثر، ما عندها حتى اثر، راك تهضر عليه بالعكس هو غادي يجي يصفق عليك يقول لك عندك الحق، هو ما على بالوش ومن بعد هو يروح للدار يضرب مرته يقول لك نعم، يكتب لك ولا يكتب لك يرد عليك يقول لك وي عندك الحق صح صح، كي يدخل للدار يعطي مرته كف ولا يحتقرها ولا يجي خانز بهاك الصباط تاعو خانز فمه فيه ريحه الثوم ويقول لها اعطيني الجنس، الا ما عطاتوش يضربها ولا يدير لها سوال ولا نورمال يضرب ولاده ولا تلقاه نورمال يغش في الخدمه نتاعو كلش. بصح يجيك يكتب لك باسكو يساعدك تهضر على المسلمين ما يحش، بصح انفا تقول له الرسول تاعك ها واش دار ها واش دار ها واش دار ها واش دار تماك تضرب مارطو تاع تور اللي تعرفوا تور فهمتوا هذاك التور هذاك اللي جابوا من منبر الله هذاك المارطو هذاك تضربوا به تماك يبقى يخمم تجي حاجه اخرى كاع كي تهضر له على المسلمين تهضر له على هذيك مانيش عارف انا ولا تسبوا ولا الو ميرسي يعطيكم الصحه وجوزام ما تنساوش لامور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الرسول كان محب وكان ابو الحب ام الحب تخيلوا حتى من كان يصلي جذع الشجره كان يهضر معه تاع النخيل كان عنقه كان يهضر مع الرسول وكان يهضر معه وكان يقول له بحبك وبتحبني الور الا عندك قطه قول لها نحبك عندك كلب قول له نحبك عندك صاحبك قول له نحبك عندك وليدك اكتب له ميساج قول له نحبك بنتك ما تخافش غير اكتب اكتب جوتام ولا مش عارف اي لوف يو ولا غير هذيك العقده غير تنحيها خطره الاولى خلاص تكمل تولي تتعود عليها ما ترقدش وما تقولش ولادك مرتك بنتك صاحبتك تقول لها نحبك الا ما عندكمش كاع الحب كاين عمكم ميهوب كتبوا لي في البريفي بلي نحبكم باسكو انا نحبكم ميرسي بون نوي.